ايوه يا شيخ، ايه الاخبار عنك؟ معالي الوزير جاي على الطريق. تمام يا باشا، كلنا واقفين في انتظار سعادته. عدي يلا، عدي بسرعه بسرعه يلا. عدى سامح، يلا يلا. يلا يا حبيبتي على الشغل. فين بوسة بوسبوس؟ طيب وفي حضن بوسبوس الكبير قوي. عمرك ما هتكبري ابدا. ده ايه اللي واقف هناك ده؟ روح شوفه يا شريف بيه، ولا استنى اشوفه انا. ايه يا عم الحاج اللي انت بتهببه ده؟ ده طريق عام، انت معبط فيها كده ليه؟ لا ما هي ناس دلوقتي رايحه شغلها. لا انت هتقعد ترغي رخصك. ها؟ رخصك. لو سمحت حضرتك تكلمه كويس، انت مش عارف ان انت بتكلمه ده مين؟ ده انا بقيت امنيه حياتي اعرف هو مين. رخصك عشان اعرف انت مين. انا بدور عليها اصلي، كنت حطيتها في التولو مش عارف راحت اهم. اتفضل. ايه ده؟ الرخص. اه الشاب ده مثلا مع انه سافل ولسانه طويل، انما مز بحق ربنا. صحيح ظابط وقيمه وطول بعرض وزي القمر، واقف منزل عليا من تحت راسي. عينه ما نزلتش من عليك. ايه اللي ماشي؟ ايه اللي مش عاجبك فيه؟ ده نموذج. نموذج. اللي بتقوله ده هو اي حد معدي في الشارع تقول لي ايه رايك فيه؟ ما كل جوازات بتبتدي كده، ولعلمك بقى انجح جوازات اللي بتبتدي كده. بصي بص يا فندم، دلوقتي هو بيشوف الرخص هيجي، ها؟ هرجعهم لي ويبتسم ويخلع النضاره ويتاسف لي، وتبتدي بقى الحكايه. طب يا بهجت بيه، انا اسف جدا ان انا عطلتك. لا يا راجل ما تقولش كده، انت راجل محترم وبتشوف شغلك. انا حتى لسه كنت بقول يا بوسي بنتي، ما دي بنتي، كنت لسه بقول لها يا ريت كل الضباط الداخليه يبقوا زي سيادتك كده، مش كده يا بوسي؟ اشكرك يا باشا، وبعتذر للانسه بوسي ان انا عطلتها. يا راجل ما تقولش كده، عيب ما صحش. الله. النقيب سيف سليمان ماسك هنا معاول مباحث 6 اكتوبر سعادتك. الله، هو خالد بيتنقل؟ اه اتنقل يا باشا وانا استلمت مكان، انا اصلي كنت بخدم في الصعيد ولسه منقول جديد. اعتبروني بقى ضيف عندكم في 6 اكتوبر. دي 6 اكتوبر نورت والله يا سيف بيه. ويا ترى حضرتك جاي معاك المدام والاولاد؟ لا انا مش مرتبط يا فندم، انا لسه عايزه. مش مرتبط؟ مش مرتبط. طيب باي باي بقى يا بابا. استني بس، راح فين؟ استنى ايه؟ استنى ايه؟ الاولاد عندهم امتحان، مش هتوديهم ولا ايه؟ اه سعيد انا كنت ناسي، دول عفادي اصلهم. ربنا يخلي يا فندم. اتفضل يا بهجت بيه، مع السلامه. شاكرين جدا. اثبت مكانك، ما حدش يتحرك. في ايه؟ الواد ده مجنون. اثبت مكان. الواد ده مجنون. اللي كان معالي الوزير ما عاد يثبت. مين؟ يا عم نشفت دمنا، فانا كده قطعت الخلف. اللي زيك يا بهجت بيه لا يمكن يقطع الخلف. بسم الله ما شاء الله، ده انت مخلف مدرسه بحالها، ربنا يزيد ويبارك. انا بعتذر لك يا بهجت بيه، وبعتذر للانسه بوسي. هي مش انسه برضو ولا ايه؟ ولا دي ولا ايه؟ لا يعني مش انسه. اه طبعا انسه، ده انت ظابط مباحث بقى وطلقتها وهي طايره. المدرسه يا بابا، المدرسه. المدرسه. هنفضل واقفين كده كتير؟ هو مش حضرتك شفت الرخص؟ شفتها يا فندم. تصدق ان انا شفت رخص كتير في حياتي، عمري ما شفت رخص بالحلاوه دي. هو ظابط مباحث ولا مطرب عاطف؟ اللهم صل على النبي. هو ده طريق سعادتك كل يوم يا بهجت بيه؟ انا كل يوم بعدي من هنا في الساعه دي. يعني لو نفسك هفيتك كده تشوف رخص،
تعالى لي هتلاقيه. نهارك زي الورد، عليا النعمة يا بهجت إيه. عبودة حبيبي والنبي ما تزعل، ده شويه عيال بيلعبوا مع بعض يا راجل، وحياه غلاوتي عندك ما تكشر، انا ما احبش اشوفك وانت زعلان. الله، وسيب دي كمان، ده الموضوع عالي قوي. اسمع يا بهجت بيه، وربنا ما هسمع، انا عارفك انت لما بتزعل بتغلط وما بتعرفش انت بتقول ايه. الله، احنا جيران يا راجل، الباب في الباب، احنا اكتر من الاهل، شويه عيال مفعيش زي دول اللي هيوقعونا ببعض، حكايه بسيطه خالص ولا ايه يا عزام؟ استاذ بهجت انا لن اسمح ولو انت هتسمح وهتروق وهتبقى زي الفل. انا جايب لك لوح ازاز مضاد للصوت، لو اتضرب عليه رصاص ولا تحس باي حاجه، كمان جايب لك كام شجره بدل اللي اتحرقوا. لا يا راجل انت بتقول ايه، المساله بسيطه خالص ولا ايه يا عزام؟ والله دي فرصه سعيده يا بهجت بيه، ده انا كان نفسي اقابل سعادتك من يوم اللجنه، ده الحمد لله ان بيت الحاج ولع عشان اشوفك. طب يبقى نخش بقى جوه نشرب حاجه، عشان ربك شوب عصير كاكا، الواد شلبي عامله حكايه. ده انا يحصل لي الشرف يا باشا، معرفه سعادتك واسرتك المحترمه شرف ليا. اصل ما تصحش تيجي من غير ما تشرب حاجه، تقول علينا بخلة. العفو يا باشا، ده انتوا بيت الكرم. انتوا بتتكلموا في ايه؟ خليك انت في حالك. ما انتوا عمالين تتعزموا على بعض ومش شايفين الخراب اللي حصل في بيتي. هنا كان في معركه حربيه كبيره قبل ما تيجي. معركه؟ ورحمة أمي في تربتها، الله يرحمها. أنا ما هسيب حقي ولازم هعمل محضر ولن أتراجع عن موقفي. ما خلاص بقى يا حاج عبد العزيز. أوفر عبد العزيز قوي. يلا يا عم دودة خش راكب الإزاز جوه. وأنتوا واقفين كده ليه؟ يلا حط الشجر ده مطرح الشجر يتحرق. يلا بسرعة. يلا يا حاج دودة خش راكب الإزاز. لما الباشا يؤمر، مش هو صاحب البيت برضه يا بهجت بيه؟ باشا مين اللي يؤمر؟ أنا اللي بأمرك خش راكب الإزاز. ما انت طول عمرك بتيجي بتركب الازاز هنا، ده انتوا المحل بتاعكم شغال علينا. يلا ماشي، يلا اتفضلوا عندنا نشرب حاجه. يلا يلا حاج عبد العزيز، يلا هات هات، تعال يا ماما. يلا تعالى، يلا بابا، تعالى يلا حاجة. يلا يلا تعالى اتفضلوا. اتفضل يا عبد العزيز بيه، اتفضل اتفضل يا سيب بيه. الله يخليك يا باشا، اتفضلوا. اهلا وسهلا. شوفوا بقى، قبل ما نشرب العصير هناكل لقمه صغيره كده مع بعضي. لا يا فندم، ربنا يخلي سعادتك، ده كتير يا بهجت باشا. علي الطلاق بالثلاثه، لناكل عيش وملح مع بعض يا سيب بيه. شلبي يلا شوف هتعمل لنا ايه، اجري. اهلا بيكم. شلبي ده شيف ما حصلش، هتشوف شغل دلوقتي. وبعدين احنا جايين نعمل محضر ولا جايين ناكل؟ شوف يا سيد عبد العزيز، انت حلفت يمين لا تعمل محضر، وانا كمان حلفت يمين ده ناكل لقمه. يمينك يمشي ويمين انا كمان يمشي. والله يا حاج عبد العزيز انا شايف الموضوع ما يستحقش، ده حتى بهجت بيه راجل زي السكر، يا اخي ده الواحد يتمنى يسكن جنبه. اوف يا ساتر، هو حصل ايه كل ده؟ ده نفسك حرق وشي. ما انت مش داريان بحاجه، لا شفت حاجه ولا سمعت حاجه، قاعد على قهوتك بتشرب شيشتك. بس الله يخرب بيتك، مراتي ما تعرفش ان انا بشرب شيشه، لم لسانك. اعمل لنا المحضر لو سمحت يا سيب بيه. سيب بيه. ايوه باشا. احنا لازم نشوف اصل الموضوع. الموضوع حسب ما جاني في التقرير ان خناقه ما بين احفادي واحفاد الحاج عبد العزيز. واخد بال حضرتك؟ ايوه باشا. هي ابتدت الاول برش ميه، ثم رشك بالحجاره، وانتهت بالشماريخ. هم اللي ضربونا الاول يا انكل، وساعات شتم جده واتريق عليه. بيشتم جده عبد العزيز؟ انا ربيتكم على كده يا كلاب. كان بيقول له ايه؟ كان بيقول له يا عبدو يا عجوز مناخيرك قد الكوز. يا عبدو يا عجوز مناخيرك قد الكوز. بس من غير الكوز فعلا. الواد سعيد ده مشكلة، مشكلة صحيح يعني. الراجل يا عكوز، ما هو عرف الكوز ده منين؟ هو الجيل الجديد ده بيعرف الكوز؟ ها؟ أنت بتعرف الكوز يا سيبي؟ ده أنا متربي على الكوز يا باشا. يا سلام. والله. شايف يا سيبي؟ عاجبك كده؟ دي تربية؟
عرفت العيال طالعين شياطين لمين؟ وعرفت انا عايز اقدم البلاغ في مين؟ شوف يا شوف يا كزبي يا شوف يا عبد العزيز بيه، احنا نحل الموضوع من اصله. الاولاد الملائكه الاطهار دول يوم يبوسوا بعض ويحبوا بعض ويخلص الموضوع على كده. بوسي بوسي. ايوه يا بهجت. بسم الله ما شاء الله. هي طالعه فرع كده ال... هي مين؟ الشجره اللي اتحرقت بره. لو سمحت يا سيف بيه كمل باقي المحضر. استنى يا حاج عبد العزيز ثانيه واحده الله يكرمك. بوسي خلي العيال اللي فوق تنزل، كلهم ينزلوا. انا عارف انهم مستخبيين وبيتصنطوا علينا. انزل يا طوهية، انزل يا سعيد، كله ينزل. يلا يا كلب يا جزمة التوهية، أنا مش عايز الحاج عبد العزيز يشتكوا منكم تاني، كل واحد يصلي على أخوه يلا ويبوس راسه، يلا. بس أدي القصة. كان قدامنا حلين، الحل الأمني يا إما المصالحة، مش كده؟ قولك الكوز الاكل يا شلبي. يا بت يا ساوسه انت اختفيتي فين؟ ولا موجوده ولا حاجه. اوعى تكوني اعتزلتي. حياه امك، ده لعيبه الكوره بيكملوا لحد 40 سنه دلوقتي، هتعتزل انت؟ يلا يا بت. بقولك ايه، عايز اشوفك النهارده. اه ماشي، الكوفي شوب عدي عليكي بالليل. بس بقول لك ايه يا ساوس، البسي لبس محترم مش عاوز فضايح. ها البسي اي طقم مقفول عندك؟ ما عندكيش طقم مقفول؟ البسي طقمين فوق بعض يا ساوسن، ما توجعيش دماغ اهلي على الصبح. ماشي ماشي، اشوفك بالليل، سلام. في ايه يا مصطفى؟ بس نهدى شويه. انا مش قادره. اه الله يكسر دقيقتها. قعدوها قعدوها دقيقتها قعدوها. اه يا امي عم تطلع روحي. اه الله يخليك، سيلفو بلي بدي كبيت ميه. هتلاقي ازازه ميه للموزه للمدام بسرعه يلا. بس اذا سمحت لازم تكون الميه مينرال ومقفوله. هتلاقي ميه من الحنفيه بس تقفلها كويس يلا. ايه اللي حصل يا مدام؟ اخ يا امي كل شافي عم توجعني هالمجرمة ام عيونه مدوره. بهجت باشا مش ممكن، وربنا انت لسه جاي على بالي، دي خطوه عزيزه يا باشا. ازيك يا سيف بيه؟ انت فين؟ انت راجل كده رحت وقلت عدولي. انا اقدر اتاخر عنك برضو يا باشا، والله مشاغل. مش المدام برضو انا اتخيلت بيها وانا عندكم في البيت. عيش يا مراتي. اهلا وسهلا يا فندم، ده شرف ليا انا حضرتك تخشي مكتبي. اتفضلي سعادتك اتفضلي. لا يبقى نبعت نجيب قصب بقى، ده في واد جنب القسم بيعمل عصير قصب معجزه. لك شو قصب شو بطيخ؟ لك شو عم تعمل؟ عم بتعزمني علي وعم بتدلع لي هون؟ وين رئيس المخفر؟ مين الراس الكبيري هون؟ ثانية واحدة ثانية واحدة يا مدام، جالي ضيوف وبشوفهم وأشوف موضوعك. ثانية واحدة، الدنيا ما طارتش. هون وشو ضيوف؟ ولك هيدي اللي ضربتني، هاي المجرمة أم عيون مدورة، هيدي كانت رح تموتني. لم لسانك واحترمي نفسك وديني، أضربك هنا في القسم. هو إيه الموضوع يا باشا؟ شوف يا باشا، إحنا كنا واقفين في السوبر ماركت، لا بينا ولا علينا، وكان المعلم بلبل كان بيقطع لنا اللحم، مش كده معلم بلبل؟ حصل يا باشا مظبوط. ارجوك تثبت ده في المحضر يا سيد باشا. حاضر يا باشا، هثبته في المحضر. وبعدين عيشه ما بتحبش السمين. ما بتحبش ايه لا مؤاخذه؟ السمين، مش كده عيشه؟ هي اصلها ما بتحبش تعترف انها ما بتحبش السمين، بس انا اؤكد لك انها بتحب السمين. خدها مننا. صادق يا باشا بتحب السمين. لك شو بتحب السمين؟ ما بتحب السمين حيجننوني. ما هيدا الموضوع. انا بعرف بهجه، بعرفه يعني من شي 30 سنة بس. بس اثبت لي دي بقى في المحضر. ايه بس استني، انا صار لي شي 10 سنين تقريبا. ايه 10 سنين ما شفته. وفجأة 10 سنين؟ انت شفتها يا بهجت من 10 سنين؟ اوعى تثبت ده في المحضر يا سيب بيه. وربنا ما هثبته في المحضر. ولك شو تثبت وما تثبت؟ شو عم تحكي كرشوني؟ انا رح اقول لك الخبرية ببساطة، انا شفت بهجت، فطبيعي طبعا لما اشوفه رح سلم عليه. عادي نورمال. لا مش نورمال يا روح امك، عبطتي فيه وحضنتيه ونزلتي بوس فيه. حصل ولا ما حصلش يا معلم بلبل؟ الشهاده لله يا باشا حصل، شايفها بعناية دول. معلم بلبل وحياه رحمه ابوك وامك. ابويا وامي ما ماتوش،
ماهم هيموتوا ان شاء الله. انا عايز اسالك سؤال وتقولي الحقيقه. اسال يا باجد بيه، والله العظيم لا اقول الحق. طيب الست دي لما عبطت فيا انا عبطت فيها؟ شهادة الله لا. اثبت ده في المحضر يا سيد باشا. انا ما عبطتش يا عيشه، انا ما عبطتش. انا لو كنت عبطت كنت هقول لك انا عبطت، انما انا ما عبطتش. وبعدين يعني 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 انا ما عبطتش، ما فيش عبطان حصل. بالنسبة للتلفيات اللي حصلت في السوبر ماركت احنا مستعدين ندفعها على دار مليم، وبالنسبة للتلفيات اللي حصلت لمدام مدلين احنا برضو سدادين. المسألة في منتهى البساطة. والله يا مدام مدلين انا شايف ان مفيش احسن من الصلح. لك بلا صلح بلا بلوط. ايه البلوط ده؟ لمؤاخذة هيدا تبع المعزل. مش وقته هلا. ليكي انا ما بديش منك ولا مصاري ولا شوف وشك. عملتي لي فيها صغيرتي وي وقبضاي الف فرجيكي. وين الشوفير؟ شوفير عوجة لسانها دي هي اللي جايبه لها الكافية. ايه اللي جابكم؟ وعرفتوا ازاي؟ لا ما حصلش حاجة يا أنسة كوسي، ده مجرد خلاف بسيط ما بين طنط وحاجة لبنانية كده. مدلين شفتيها؟ وضربتيها؟ اللي يمد ايده على عيشة على فكرة احنا نقطعها له، هي عيشة ما راهاش رجالة ولا ايه؟ اخلص انت خالص. عيشة هي اللي ضربتها. عايزين نلم الموضوع. لا يا بهجت، الموضوع ده لا يمكن يتلم. احنا بنطالب باعتذار رسمي ورد اعتبار لعيشة. ايه يا شلبي؟ ما تخليك محضر خير، انت ايه اللي جابك؟ عيشة تم الاعتداء عليها وهي بتجيب اللحمة والخضار من السوبر ماركت، يعني يعتبر اعتداء عليها أثناء تقضية وظيفتها، ولما يتم التعدي عليها جوه السوبر ماركت هيبقى منظرها ايه بقى؟ قدام الفكهاني وبتاع الخضار والجزار. فكهاني ايه وخضار ايه وجزار ايه؟ أنت تقفل بقك خالص. طب وكتاب اللي أنتم منورين الاسم، أنتوا قاعدين ليه تفضلوا؟ اتفضلي يا نسا بوسي تعالي اقعدي مكاني. والله أبدا، تعالي اقعدي. تعالي اقعدي مكاني، تعالي حاسب كده. تعالي اتفضلي اقعدي مكاني، ده احنا زرنا النبي والله. يا مصطفى. امور يا فندم. 18 شوب قصب من بتاع المحل اللي يلا. حاضر يا فندم. احنا شكلنا كده ازعجناك قوي يا سيف بيت، ليك ندمان على اليوم اللي انت جيت فيه هنا. ايه يا انسه بوس اللي انت بتقوليه ده؟ حتى ما يصحش يعني، ده انا عايش لوحدي وبعتبركم زي عيلتي بالظبط. والله منورنا. اجيب لك جيلاتي؟ جيلاتي. اجيب لها جلالي. خد يا بنت تعالالي تعالالي هنا. امر يا فندم. لمين دول؟ لسيف بيس عند الباشا. سيف؟ يا سيف يا سيف يا سيف فين؟ ايه يا باشا؟ ايه يا باشا؟ مين دول؟ ده كانت مشاجره كده في السوبر ماركت اللي جنبنا بس حليناها ما تقلقش. هو عشان مشاجره تجيب لهم عصير قصب؟ ده المجني عليهم. يعني انت سايب الوليه اللي مشرسحاله في قلب الفضائيات دي وجاي هنا تحل مشاجره؟ ومين قال لك يا باشا ان انا سايب الموضوع؟ انا شغال في الموضوع وفي 24 ساعه العيال هيكونوا عندك ما تقلقش. ما تيجي تشرب قصب معانا. شو يا سيف؟ هو بقاش اسم ده كوفي شوب؟ لا ده المعطم سيف بإذن واحد أحد. المعاش المبكر هيجي على إيدك. فيها بعدين وبعدين ما تاخدنا كام صورة كده للذكرى بعد إذنكم. طبعا احنا نتشرف يا سيف بيه. وربنا احنا اللي اتشرفنا. حياة أمي احنا اللي نتشرف. ورحمة الغالق. يلا بينا. بقول لك يا باشمهندس. عمر يا باشا الرقاصه اللي اسمها السماح دي
مش هي اساسا من روسيا؟ روسيه يعني؟ ايوه يا باشا. طيب امال مغيره اسمها ليه؟ يا باشا الناس بتحب الحاجه البلدي، البلدي يوكل يا برنس. والله ليك حق، احنا فعلا ما بنحبش نشجع الصناعه الوطنيه غير في رقصات بس. هي جوه؟ لا يا باشا لسه قدامها بتاع ساعه كده وتوصل. طيب احنا هنخش جوه نشرب اي حاجه قبل ما تيجي، واول ما تيجي اديني خبر عشان عايزها في الشغل. اتفضل يا باشا. يلا حسن. يا خال انا عمر ما دخلت اماكن زي دي. ما قلت لك احنا داخلين نعمل خير وربنا هيكرمنا ان شاء الله. هنعمل خير هنا؟ وربنا هيكرمنا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ والله الداخليه كلها منوره المكان. هي فين الداخليه دي بس يا بهجت بيه؟ احنا بتوع عربيات ملناش في الميري، هي فين الداخليه؟ والله امبارح جيت على بالي وكنت عايز اعدي عليك في القسم. مين اصحابك دول؟ دول شكلهم كده حراميه. مساء الخير. معلش انا خدت سيف بيه منكم، اصل انا بحبه قوي. سيف ده شاب كده كده راجل ومجدعه وظابط زي الفل، ظابط كده اهو. هو فين بقى ظابط ايه بس يا بهجت بيه؟ معلش اصل ظابط بيه ده راجل سكره ويحب يهزر على طول. ظابط بيه مين؟ مش بهجت بيه، تعالى بس اقول لك حاجه. لازم تروش انت على اخر الليل ها؟ ومال في ايه اللي ما تروش يعني؟ انت مكسوف من ايه؟ ما تكسفش، انتوا بتشقوا وبتتعبوا وبتشوفوا الويل. في ايه لما تنزل تشوف نفسك وتهيستك تهيستين حلوين كده ها؟ انت فاهم غلط يا بهجت بيه، انا هنا عشان موضوع تاني خالص. يا حبيبي وبعدين معاك، طول ما انت عازب اعمل اللي انت عايز تعمله، ها؟ انت لما هتتجوز لوحدك كده هتلاقي نفسك بتلم نفسك. اللي يصيع قبل الجواز بيهدى بعد الجواز، خدها مني قاعده. ماشي. انما اللي ما بيصحش قبل الجواز بعد الجواز بيخرب الدنيا. ماشي. والله. يعني بس ابوس ايدك، ابوس ايدك. سيبني بس وهاجي لك تاني، سيبني وهاجي لك. انا عايز اقول لك يعني ان انا وانت اصحاب مفيش حاجه. والله هاجي لك على طول، ثانية واحدة وجاي لك. بقى اسمع بس، ما يهمكش من أي حاجة، مش هقول لحد. بس يعني. بقى. يا. أنا شاد بيه نقيب سيف مع سعادتك. أهلا بيك يا باشا، الله يكرمك. النبي خد البيانات دي عندك ضروري. عربية مرسيدس فضي رقمها 4820 صاد ي عين. صيع، ما هما صيع فعلا. العربية فيها 3 رجالة و2 نسوان. هتلاقيها في شارع الهرم في اتجاه الرماية. هتفضلي لوحدك هنا؟ ممكن نقعد معاكي نستنى الأستاذ سيف؟ نقعد معاها فين يا خائن؟ اسكت أنت يا حسن، اسكت خالص. اتفضلي اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي يا هاني. والهاني بقى شغاله ايه؟ مدرسه. مدرسه؟ مدرسه ايه؟ احياء. احياء؟ زميلتك يا استاذ حسن. ما هو استاذ حسن مدرس اول برضه. هي مدرسه احياء. والنبي اول ما تمسك العيال ترنيلي على طول. الله يخليك يا باشا. اتفضل 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 اتفضل. مع السلامه. الله يخرب بيتك يا بهجت بيه، ده وقتك. وادي اللبنه كمان، ناقصين تاخيره. صباح الورد يا بهجت باشا. صباح الخير يا سيدي. وانا كل ما اروح انت تطلع لي؟ موقفيننا ليه؟ ما انتوا شايفين الرخص وعارفين العربيه، ولا الوزير معادي النهارده كمان؟ لا يا فندم، الوزير مش معادي، وانا لا يمكن استجري ابص في رخص معاليك يا بهجت بيه. ده انا تتقطع ايدي وتتخزع عيني قبل ما ابص في رخص معاليك. امال ايه؟ انا جاي اصبح. انا وقفت في لجن كتير قوي يا باشا، فتشت عربيات كتير قوي، انما عمري ما شفت عربيه بالطعام. كلام سعادتك الساخر ده يا باشا معناه ان انت مش مصدقني، بس اقسم بالله يا باشا ان دي الحقيقه. عارف يا باشا في الويك اند لما حضرتك ما بتوصلش الاولاد المدرسه اقول لك ايه؟ بس بتوحشني العربيه قوي 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 يا بهجت بيه. بحس ان اللجنه ناقصها حاجه.
يلا انا مش هعطلك، طريقك اخطر. ايه ده؟ انسه بوسي، معلش ما خدتش بالي خالص. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. اتفضل، طريقك اخضر يا باشا. خدش بالك انت خالص. اتفضل يا باشا. مين بوسي؟ ده نقيب سيف يا بابا، عايز حضرتك. معقول ازاي بقى واقف كده على الباب؟ اتفضل يا سيف بيه، اتفضل. مساء الخير يا بهجت بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل يا حبيبي، اتفضل. ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا. اقعد اقعد. تعبينك معانا احنا يا سيف بيه. الواد شلبي جوز بنتي اليوم الوحيد اللي قول له يوصل فيه الولاد المدرسه ينسى البطاقه بتاعته والرخصه. لولا تدخل حضرتك كان زمان الاولاد لا لحقوا المدرسه ولا لحقوا الحفله. يا بهجت بيه ما تقولش كده، تعبك راح. اصل انا بيني وبينك موعود بجواز بناتي واخوهم ضارب كلهم، والله زي ما بقول لك كده. صحيح يعني؟ خير يا سيف بيه؟ خير ان شاء الله يا باشا. هو اصل الحاج عبد العزيز. تاني الحاج عبد العزيز؟ ما احنا خلصنا الموضوع ده، هيزن تاني؟ لا يا باشا ما بيزنش، هو يتفلق الحاج عبد العزيز. مش كده؟ يخبط دماغه في الحيط. الله يكرمك. قال ايه؟ عاوز سعادتك تكتب تعاود على نفسك. ده راجل مجنون. ومكلم لواءات ورتب ياما. ان شاء الله اكلم الوزير، احنا ما احنا يهمنا. لا ما يهمناش يا باشا. اه. طب يا باشا اي خدمه؟ الله يخليك، انما انت كنت جاي لي ايه؟ ايه؟ كنت جاي لي ايه؟ لا احنا بس جات لنا اخباريه ان في شويه عيال حراميه في المنطقه يا باشا، فقلت كده اجي اعمل ايه؟ قلق قدام البيت عشان يعرفوا ان احنا صحيين. ربنا يكرمك. الله يخليك يا باشا. ربنا يكرمك. والله انت ابن حلال. الله يكرمك يا باشا. ابن حلال. الله يكرمك. يا خالي، هو انتم بتنشروا فين هنا؟ اصلا يعني مش شايف ولا منشر يعني. ايه ده؟ ده الاستاذ حسن حسين فرغالي الاتم. وبيهبب ايه هنا سعادتك؟ ده مدرس الاولاد. بالبيجامة كده؟ ما هو مدرس منزلي. اه. طب يا باشا. انت بتبص على ايه؟ لا ده انا بس بشوف المخارج والمداخل عشان تامين الفيلا سعادتك. ربنا يكرمك. الله يخليك. طب حلال. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام عليكم. بص في خرابة بره بعيد كده، روح انشر هناك. حاضر يا خالد. اه. متخافيش. انا سيف، انا سيف، ما تخافيش. انت بتعمل ايه هنا؟ وربنا انا مظلوم، وما كنتش عارف انام غير لما اجي افهمك الحقيقة. حقيقة ايه؟ البنت اللي شفناها انا اعرفها فعلا، بس مش زي ما انت فاهمة. امال؟ انت عارفة دي بتشتغل ايه؟ ايه؟ قوادة. يعني ايه؟ بتجيب لي شغل. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ده رايح يعمل دهيش. حد يخبط على الناس في منتصف الاهلي كده؟ حرامي يا سعد البي، حرامي حرامي. صح البي بسرعه. حرامي في ايه يا درويش؟ في ايه؟ حرامي يا سعد البي. حرامي فين؟ حسيت بحركه كده غريبه في الجنينه وسمعت الست بوسي بتصرخ. بوسي 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 بيتك صحيت البيت كله. بوسي 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 سيبي. انت 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 ايه اللي جابك هنا؟ تلاش يا باشا، هو جري بس هنجيب امه. هو مين؟ حرام يا باشا. انما انت جيت هنا ازاي؟ مين؟ انت جيت هنا ازاي؟ انا؟ ايوه. لا ده انا اصلي كنت بمر في دوريه ولقيت الحرامي متشعلق في البلكونه. اه. فطلعت اجري وراه، الزار حس بيا جري يا باشا. بس هيروح فين؟ هنجيب امه. شوف الداخليه يا اخي. يعني الحرامي حتى قبل ما يفكر انه ينوي ينط على حد يلاقي الحكومه قدامه. سيبوه
سيبوني انا سيبوني انا هغرقه ميه. نار ضرب نار والساعه 3 بعد نص الليل. انتوا ايه؟ مفيش احساس؟ ده انتوا ارهابيين. يا رب الحل من عندك انت يا رب. يا تاخدني انا وتريحني، يا تاخدهم هما وتريحني برضو. يا حاج عبد العزيز في ايه؟ انت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ انتوا اللي مصحيني. ضرب نار ضرب نار يا بهجت بيه. حرامي حرامي ولط علينا والبوليس معانا اهو. مساء الخير يا حاج عبد العزيز، ازيك عامل ايه؟ انا مش عاوزك تقلق، انا مش عايزكم تقلقوا يا جماعه، انا عايز كله ينام ويطمن، احنا حواليكوا وبنحميكوا. خش نام يا حاج عبد العزيز، خش نام انت. هنام؟ حد يسكن جنب دول ويعرف ينام؟ طب يا باشا استاذن انا بقى. رايح فين؟ همشي. تمشي ليه؟ انت رايح فين؟ انا مش عايز ازعجكم. مش عايز ازعجني ايه؟ ده انت ضارب نار. يلا اخرج من الباب. يلا يا باشا تصبحوا على خير. انا مش عاوز حد يقلق، احنا حواليكوا وبنحميكوا، مش عايز حد يقلق. ربنا يقويك. الحرامي ده هنجيب ام ضروري. السلام عليكم. يلا قولي ده خليه معاكي عشان لو اي حد جه على طول تروح تخاب الميه. ها اه اكيد. ولا خليه معايا عشان ابلع مال العيال بالليل. مع السلامة. ايه ده؟ في ايه الصبح؟ اطلع يا باشا، انا ما نمتش من امبارح ومش قادر استنى لحد بعد الظهر. احنا هنروح نوصل العيال المدرسة وبعد اذن معاليك اعزمك على فنجان قهوة في اي حته ونقعد نرغي شوية. لو حضرتك فاضي يا ريت، لو مش فاضي برضو نشوف حل في الموضوع ده. مبروك يا سيد. الله يبارك فيك يا حبيبتي. مبروك على ايه؟ انت بتبركله عليه يا بنت دي. هو مبروك ان شاء الله، وهو نهار مبروك يا باشا عشان انا اصطبحت بوش معاليك النهارده. احنا هنتكلم كده قدام العيال؟ لا طبعا يا فندم، بس واضح انهم عارفين كل حاجه. صباح الورد على كل المستمعين، حبايبي واصدقائي في كل مكان. دي زهره بنتي. طبعا يا فندم، زهره ابو الخير، ده انا من عشاقها. واغنيه عمرو دياب تملي معاك بيديها سيخ لبوسي. وبيقول لها كل كلمة في الأغنية دي بتعبر عن مشاعره تجاهها، وبيقول لها يا رب دايماً تملي معاك. انت وصلت الزهرة كمان؟ يا فندم أي شيء يمت لسعادتك بصلة أنا بعتبره جزء مني. يا بختك يا بوس. مش عارف ليه انت محسسني وكأنك انت مغرم بي. أنا ده أنا بموت في سعادتك على النعمة. يا بختك يا بهجت. ايه بقى عايزني فيها يا سيد بيه؟ الاول قهوه معاليك ايه يا باشا؟ لا ده مكان انا. ازاي بقى يا ابني؟ تعال شوف الباشا يشرب ايه. سيف باشا منورنا. الله يخليك. انت معروف هنا كمان؟ يعني ساعات بعدي من هنا يا باشا. اه بتعدي. اه تشرب ايه؟ ينسون. مين؟ ينسون. ينسون؟ اصل انا لا شاي ولا قهوه ولا شيشه سعادتك. يا سلام يا سلام. طب هات لي بقى شاي والشيشه بتاعتي. والله ممكن شاي، خليهم اتنين شاي كنوع يعني من المشاركة الوجدانية سعادتك. ماشي خليهم اتنين شاي واتنين شيشة. حاضر يلا. اه انت عايز ايه؟ أنا مش عاوز سعادتك في ولا حاجة. مش عايز سعادتي في ولا حاجة، أمال جايبني هنا ليه؟ لا يا باشا ما نستغناش، أنا قصدي إن أنا وبوسي مش محتاجين سعادتك في ولا حاجة. أنت وبوسي جرايا يا بهجت بيه؟ هي مش بوسي قالت لحضرتك وفهمتك على الدور كله؟ لازمته إيه بقى اللف والدوران ده؟ دلوقتي أنا مرتبي 2800 جنيه وعندي شقة. شقة ايه؟ انا شقة ايه؟ انت بتتكلم وكأني وافقت خلاص. وحضرتك ترفض ليه؟ مش فاهم. واحد بيحب بنتك وبنتك بتحبه وعنده دخل ثابت ووضعه الاجتماعي مش وحش وعنده شقة حلوة جدا، فين بقى؟ يا ابني شقة ايه؟ انا بنت هتتجوز معايا، وعشان تبقى عارف بقى انا عامل لها جناح في الفيلا عندي تتجوز فيه، وده شرطي. اه قابل بيه نتكلم، مش قابل نسك على طلبات ونقوم. يا بهجت بيه انت مالك عصبي كده ليه؟ الكلام اخد وعطى برضه. لا اخد ولا عطى. طب انا جات لي فكره حلوه، احنا ممكن نبقى نيجي نقضي الويك اند معاكم، ايه راي سعادتك؟ انا مش عايز فصال. عجبك عجبك، مش عاجبك ان شاء الله ما عجبك. اوعى اوعى من هنا يلا. استنى بس هقول لك يا باشا. اوعى انت حرامي.
حرامي. باجت ابو الخير يا بنت. خليه يدخل بسرعه. اتفضل. ايه يا ابني في ايه؟ خير؟ عمال تقول لي لازم تيجي حالا والموضوع ما يستناش لبكره، في ايه؟ انا عايز سعادتك تهدى كده يا بهجت بيه وتسمعني لحد الاخر ارجوك. طب اتكلم قول لي في ايه؟ انا قبلت الشرط اللي سعادتك فرضته عليا برغم عدم اقتناعي بيه، بس انا عشان خاطر بوسي اعمل اي حاجه. انت جايبني على ملا وشي عشان تقول لي الكلمتين دول؟ لا يا بهجت بيه، الكلام الاهم جاي. يا بهجت بيه انا اتولدت في بيت محترم، اب وام ملتزمين الى اقصى الحدود، كل واحد فيهم بيقدر شغله ويقدس الواجب والمسؤوليه. انت هتحكي لي على تاريخ حياتك؟ لا يا باشا، مثل البدايه مهمه عشان نوصل للنهايه. طب خلص بقى علشان ساب الطاوله مفتوحه والراجل انا بلعبه قاعد مستنيني. تشرب قصب؟ اشرب اي حاجه. خلصني. ماشي. الو؟ ايوه مين حضرتك؟ ايوه عيشة هانم، انا النقيب سيف من اسم 6 اكتوبر. ايوه يا فندم مظبوط. الحقيقه انا ترددت قبل ما اكلم سعادتك، بس ينفع سعادتك تشرفيني شويه في الاسم هنا؟ ليه؟ في ايه؟ اصل بهجت بيه كان عندنا في موضوع بخصوص الحاج عبد العزيز جرب و... ايوه يا فندم، اصله عمل له محضر تاني وبعتنا لبهجت بيه عشان ناخد اقواله، بس وانا بتكلم مع بهجت بيه كده فجاه لقيته عرق وسخن وتقريبا كده حول، فانا قلت اكلم سعادتك عشان تقولي لي اتصرف ازاي. بهجت؟ يعني هو بيتكلم ولا مش دريان بروح؟ قولي يا سيف بيه. لا يا فندم، هو مريح عندي على الكنبه جوه، بس حالته كرب بعيد عنك. يعني بيتوه كده يا فندم، بيقول كلام وبعد كده ينسى، وكل ما يشوف كمان العسكري مصطفى يقول له حلاوتي قوي يا شيماء، فانا قلقت بصراحه وقلت اكلم حضرتك بدل ما ازعجهم في البيت. انا جايه حالا دلوقتي. حط يا ابني العصير قدام الباشا. يلا. عصير ايه؟ عصير ايه؟ انت بقالك ساعه بتتكلم وما خدتش منك جمله مفيده. لما وصلت الاعداديه يا باشا ابويا وامي اصروا ان هم يجيبوا لي مدرسين خصوصيين، انما انا رفضت وقلت لهم انا هعتمد على نفسي، وده اللي حصل. ذاكرت واجتهدت لحد ما اثبتت لهم ان انا لك ايه؟ اعمل معروف، خش الكليه بقى وخلصني. احنا بقالنا 3 ساعات ولسه ما خدتش الاعداديه. واخدت الثانويه العامه. اخيرا خدت الثانويه العامه. الله يخرب بيتك. ده انا ما تعبتش في الثانويه العامه زي ما تعبت معاك. بس خدتها ازاي؟ خدتها بتعبي، بعرقي، بمجهودي. ما تسكت بقى. انت ما بتاخدش اجازات. وتخرجت سعادتك من كليه الشرطه وطلعت التاني على الدفعه. الاوائل عندنا غالبا بيخيروهم. بيخلوهم يختاروا المكان اللي يخدموا فيه. قالوا لي تروح فين؟ قلت لهم انا عاوز اروح الصعيد، انا عاوز ابقى ظابط بجد، عاوز اتمرمط. انت نمت يا باشا ولا ايه؟ دادي حبيبي انت كويس؟ انت كويس؟ حضرتك كويس؟ كويس يا بابا؟ في ايه؟ ايه بهجت؟ انا كويس اه، ما انا قدامك اهو كويس، في ايه؟ حرام عليك يا شيخ. ايه يا شلبي؟ يا شلبي سايبتني ماتش ريال مدريد وبرشلونه في نص الشوط الاول، حرام عليك يا اخي. يا اخي ده وقت مقالب، يا ده انا وبهيجه لسه ما صرحناش، يا اخي ده ايه العيله دي؟ معيشه هي اللي قالت لي، يعني انا كنت عايز انزل، ده انا كنت عامل لك جمبري واستاكوزا الفرحه. عيشه ايه واستاكوزا ايه؟ انا مش فاهم حاجه، انتوا ايه اللي جابكم؟ بهجت بهجت حبيبي انت كويس؟ عيشة ده انا روحي راحت يا بهجت. انت روحي يا عيشة. يا بهجت في ايه يا سيف؟ في ايه؟ سعادة الباشا. باشا ايه وباب ايه؟ الله، اللي بيحصل الاسم ده؟ هو احنا في جنينة الغرمان؟ مين دول؟ دول نسايبي يا باشا. لو انت اتجوزت؟ لسه، قريت فتح وسعادتك ان شاء الله اول المدعوين في الفرح. يا عيشة عيشة
يا بهجت ايه؟ يا عيشة. ايوه معالي الوزير وصل يا فندم. طب كويس، خليه يتفضل عشان يتفرج على القرد. يا فندم سعادتك والمدام لازم تكونوا في استقباله على الباب يا فندم. وانا اجيب عيشة منين؟ يا عيشة ده مولد الابيض ده، ولا حد داري بالتاني. اسيف ابوك وامك جم. منورين. ايه اللي انت لابسه ده؟ وايه ده كمان؟ ده القبطان بهجت ابو الخير يا باشا. اهلا وسهلا معالي الوزير. اهلا وسهلا. اللواء وجيده ماما. شرفنا سياده اللواء. اهلا. اهو تماتا سكوت مونا اتبنى بوتكتا سوء انما سيادتك انت والهاني ما هتخش الحفله كده؟ كده ازاي يعني؟ انا قصدي يعني اللبس اللي انتوا لابسينه ده. ايه ماله اللبس؟ الله معقول يا سيف وانت ما قلتش لابوك؟ الله معقول تحرج الراجل كده؟ في ايه يا ابني؟ انا مش فاهم حاجه خالص. لا اصل سيادتك الحفله دي اللي عندنا ليها نظام. نظام؟ يعني انا كده خالفت النظام؟ ده انا جاي بالملابس الرسميه. لا ما هو الدخول هنا بالملابس الهنديه، ليله هندي ان شاء الله. نعم ليله هندي يا باشا، هندي هندي والحفله هندي واللي جوه كلهم لابسين هندي. اساكا ماكا سكو تماكا، هم يحبوا بعض هم يحبوا بعض. يعني عايزني انا البس هندي؟ اسمع انا عندي طقم هندي فوق بكيسه ما اتفتحش، طلع كبير عليا. يا ريت تطلع سيادتك كده تغير في الخباثه كده احسن، لو حد شافك هيبقى موقفك محرج جدا قدام الناس. ويا ريت كمان سياده اللواء تطلع مع المدام فوق تلبسها ساري هندي. ساري هندي؟ اللي بدوره ده يا راجل انت؟ لا يا ماما ده بس بهجت بيبي بيرحب بيكوا واصله فرحان بتشريفكم. اه صحيح يعني فرحان. اتفضلوا حضرتك اتفضلوا. اهلا وسهلا اتفضلوا. اتفضلوا. لا ما فيش اي حاجه وبعدين يلا يلا يا بهجت يلا اتفلقوا يعني. ابوك وامك مالهم شاربين نشا كده ليه؟ شكلهم عامل زي الطار البطريق ومراته. ابوس ايدك يا بهجت تعدي الليله دي على خير. ابوس ايدك. ودول خلفوك ازاي؟ مش باين عليهم خالص انهم بيعرفوا يخلفوا. بيعرفوا ايه؟ يعني انهم بيعرفوا كده يعني. كلم ابوك عامل لك استدعاء. اقعد اقعد بمنظرك الغريب ده. اقعد. والله يا باشا انت منور الدنيا، منوره يا ست الكل. ايه اللي بيحصل هنا؟ يطلع مين الراجل الغريب ده؟ ده بهجت ابو الخير يا باشا. انا عارف انه بهجت زفت ابو الخير. راجل مخه مش مظبوط، مش منضبط. ازاي يجرؤ ويقول لي البسك هندي؟ اتجنن ده ولا ايه؟ يا باشا ده الراجل بيعبر عن فرحته بتشريف سعادتك للحفله، يعني عايز يعمل معاك اي واجب. اه واجب. يلا يا فاروق من هنا، ما ينفعش نقعد هنا ولا دقيقه واحده، دول ناس منفلتين. لا ماما والنبي والنبي ما تبوظيش الحفله، الناس فرحانه وبترقص. ها بلاش نبوظ عليهم الحفله، انا هروح وارجع لكم تاني على طول. بس بذمتك بذمتك يا بابا، ايه رايك في دي؟ بص قول قول من وجهي. الولد ده بقى مش منضبط على الاخر. اهلا اهلا معالي الوزير. اهلا اهلا وسهلا. والله احنا اتشرفنا يا وجيده هانم. انا اسفه قوي قوي اتاخرت عليكم، اصل كنت باكل النسانيس. الله فاروق هو انت؟ روقة ازيك يا روقة؟ انا ما جاش في دماغي خالص ان هو انت، انا قلت اكيد تشابه في الاسماء. ازيك يا روقة؟ انت بقيت وزير؟ ايه ده؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا عايشة بقى. ابوس ايدك ابوس ايدك. كل عيشة النبوية ملوش في الهزار والكلام ده. اللي بتقول له يا روقة ومش فاكرني؟ انا هتقرطص ولا ايه؟ افكرك يا سيدي عمارة المنيل، ده احنا كنا لازقين في بعض. لازقين في بعض؟
داخلين في بعض ازاي؟ البث في الباب والبلكونه في البلكونه، وكان فاروق بقى يقعد سهران طول الليل في عز الشتاء ويشغلي عبد الحليم، صافيني مره وجافيني مره، فاكر يا روقه؟ وكان بيلبس على دماغه شراب الفيليه عشان يسيح شعره. ايه ده؟ انت كنت بتسيحلها شعرك يا روقه؟ فاكر يا روقه؟ هي انا مش فاكر اي حاجه زي دي. مش فاكر ازاي؟ وطنط نفيسه زيها؟ طنط نفيسه مين؟ امه. طمك اسمها نفيسه؟ والله يا بهجه مفيش ست في حنيتها وفي طيبه قلبها. هي عامله ايه دلوقتي يا روقه؟ الوالده الله يرحمها ويحسن اليها. يا حبيبتي اهي طنط نفيسه بقى كانت هتموت وتجوزني فاروق. اهي مات. شوف الدنيا صغيره قد ايه، اللي ربنا كاتبه هو اللي يكون. انا وفاروق ما اتجوزناش بعض علشان سيف وفوسي هما اللي يتجوزوا. ابويا فين؟ بقالي ساعة بدور عليه مش لاقيه. شكله خلع هو وامك. خلع؟ طب كلمك في حاجة؟ لا، الزار كان جاي ياكل ويمشي. يمشي؟ وانت ازاي تسيبه ويمشي يا بهجة؟ وانا عامل له ايه؟ انا هكتفه؟ يوه يا عم ده انا جبته بالعافية، ازاي يمشي من غير ما يفتحك في الموضوع؟ ده حلني بقى على ما اعرف اجيبه تاني. بكرة ان شاء الله يتشال في التغيير الوزاري ويلبس الجلابية ويفضلنا. وانا لسه هستناه لما يتشال؟ طيب انا اعمل لك ايه دلوقتي يعني؟ اسمع يا عم. عم الدبب. مالكش دعوه بابويا، انا راجل راشد وكامل الاهليه ومسؤول عن كل كلمه انا بقولها، وجيت لك من الباب وطلبت ايد بوسي. لا وجيت من الشباك كمان، ولا انت ناسي يا الصايع؟ انا عاوز اتجوز بوسي دلوقتي يا بهجة. دلوقتي ايه؟ الساعه 3 الفجر يا حيوان. كده وفيها ايه؟ انت يعني عمرك ما عملت اعتبار للمسائل التقليديه دي؟ امشي يا ابني قدامي، امشي. اسمع، ابوك وامك لازم يجوا لي لغايه هنا ويطلبوها مني، وانا احط رجلي على رجل واتشرط وبيع واشتري فيهم زي ما انا عايز. حقي ولا مش حقي؟ هو من ناحيه حقك فهو حقك. طب سيبني بقى عشان عايز اكمل راس معاشي. وده كمان من حقك. مساء الخير يا بهجة كبير. مساء الخير يا سيف. خير؟ والله كنت عاوز اتكلم مع سعادتك في موضوع كده اذا سمحت لي. تعال اتفضل. تعال يلا نقعد هنا. مالك؟ وشك مقلوب ليه؟ انا اتنقلت يا بهجة بيه، اتحدفت حدفه سودا، رايح شلاتين بكره. مالها شلاتين؟ ده حتى بيقولوا جواها كويس قوي. جواها ايه يا بهجة بيه؟ وانا رايح صيف، ده انا حياتي اتدمرت، انا مش عارف اعمل ايه. طب ما تمالي على ابوك يلغي لك النقل. ابويا هو اللي نقلني. ليه؟ عشان يفرق بيني وبين بوسي. ومين قال ان احنا موافقين؟ هو فاكر ان احنا بندلل على بنتنا؟ استني بس يا عيشه، الحكايه مولعه لوحديها وانت هتحط عليها بنزين. اسمع يا سيف، اذا كان هو بقى وزير وله شنه ورنه وموكب رايح وموكب جاي وشايف نفسه، روح قول له طنط عيشه عارفه التاريخ كله، ايام المانيال، ها؟ الباب في الباب، لما كان بيلبس شراب فيليه على راسه عشان يسيح شعره، ويقف البلكونه يعمل فيها شحات الغرام. يا عيشه يا عيشه، الواد جاي يتفك معايا بكلمتين، هتمسكي فيه؟ ذنبه ايه هو؟ لا يا بهجت، اصل في ناس لما ينسوا اصلهم لازم تفكرهم. معلش، اصل عيشه عصبيه شويه، انما هي من جوه قلبها بافته بيضه، وبصراحه بقى ما حدش يلبس شراب في دماغه. ده تلاقي بابا كان شكله غريب قوي. بقول لك يا بهجة، انا بحب بوسي مش هقدر اعيش من غيرها. انا لقيت نفسي معاك وحبيت البيت ده جدا. انا لقيت سعادتي معاك يا بهجة ومع عيشه مهما كانت عصبيه.
أنا مش هقدر أعيش من غير بوسي. أنا أول مرة أشوف أب وأم يقفوا في طريق سعادة ابنه. طب بس بس وحياتك اللي جوزها لك غصبا عن أبوك وعن أمك. هي دي عيش من شوية كانت هتطلع زورك في إيديها وفي ثانية قلبت نشطة سياسية. إيه ده سيف؟ ها يا سيف، إيه المفاجأة دي؟ أنت بتقابل بهجة عيشة من ورايا ولا إيه؟ ايه في ايه؟ هو ماله؟ رايح الشلاتين. نعم؟ رايح الشلاتين. اصل معالي الوزير والده مهتم جدا بالمرور في شلاتين، فبعت ابنه هناك. ايه اللي انت بتقوله ده يا بهجت؟ بتهرج؟ دي ناس بتعرف التهريج، دي عيلة كئيبة. انت ايه اللي رماك الرمية السودا دي؟ هو ابوك ده ما حدش قادر عليه. انا هروح اكلمه بنفسي. لا بلاش انت تروحي يا عيشة، بلاش انت بالذات تكلميه، عشان انت لو رحتي كلنا هنتنقل شلاتين. وانت هتسافر يا سيف؟ ما كنا قاعدين كويسين. الله ينكد على ابوك وعلى امك يا شيخ. طب يا باشا استاذن انا. ولا يهمك يا حبيبي، انا هشوف الموضوع ده بنفسي. خد بالك من بوسي يا باك. خد بالك من شلاتين يا سيف، شلاتين في رقبتك، اوعى تتخلى عن شلاتين، انت اللي لينا في شلاتين. دلوقتي انا لو قتلت واحد واتمسكت اخد اعدام، لو تاجرت في المخدرات واتمسكت اخد مؤبد، يعني انا شخص ناضج عاقل رشيد كامل الاهليه. قوم لما اجي اتجوز يا ناس تقولي لي هات ولي امرك. أنا بحب بوسي وبوسي بتحبني، والبيت ده كله اتبنى عن حب، من أول بهجة وعيشة لحد بيبو وبشير. بشير مين؟ لحد بيبو سعاد. هي جت عليا أنا وبوسي يا جماعة. طلباتك. جوزني بوسي يا بهجة. جوزيني بوسي يا عيشة. والله القرار ده أنا ما أقدرش أخده لوحدي. لازم القرار ده يبقى بالأغلبية. ناخد تصويت؟ كلهم رفعوا ايديهم ما عدا بوسي. لا لا انا موافق بهجت اهو. البنت ايدها هتوصل للسقف. اللهم صل على النبي. مبروك يا سيف. حبيبي حبيبي يا شلل. اوعى تبوس. لا بس بوسة واحدة بس. اوعى تبوس. مفيش بوس غير بعد الجواز. لا بوسة واحدة مش قادر يا بهجة. مفيش بوس غير بعد الجواز. وانا عندي حاجات حلوة هديها لك. بجد يا بهجة؟
أحلى عروسة في الدنيا. دي تصبيرة كده لحد ما المأذون يجي ون... أنت عديت على الشيخ عبد الحميد؟ هو كلمك؟ طبعًا ده أنا زبونه. طب ما تكلمه بقى بهجة، الساعة بقت 10:30. اطلبه يا شلبي، أنا مش عايزك تقلق. هو موظف كل حاجة ومسجل البيانات عنده في الدفتر بتاعه وناقص على الإمضاء. وإذا كان على الشهود، الشهود أهم أكتر من الهم على القلب. تليفونه مقفول يا بهجت. لما تقلقش، زمانه جاي في السكه. ادي يا فندم السجل التجاري اهو، متجدد سعادتك. وادي شهاده الازهر سيادتك. ايه؟ وادي البطاقه الضريبيه حضرتك، اتفضل. ايه ده شيخ عبد الحميد، احنا مش متهمينك في حاجه، ده بلاغ متقدم فيك واحنا جايين نتحرى عنه. ايوه بس انا عندي كتب كتاب دلوقتي ولازم اروح، الناس منتظريني سيادتك. لا تروح فين يا شيخ عبد الحميد؟ انت لسه هتيجي معانا المديريه عشان ناخد اقوالك. اقوالي في ايه يا باشا؟ بس لا انا راجل مأذون. طب حتى اتصل بالناس، هم في انتظاري دلوقتي، اعتذر لهم يجيبوا مأذون غيري. ده انا مأكد عليه وقايل له عندي طياره الساعه 5. رمز راح يجيبه في ايده وجاي. وايه ده بقى، ما توترناش. جه الشيخ عبد الحميد مش جاي يا سيف. ليه؟ البوليس عنده الدنيا مقلوبه. بوليس يا عيني، ابوك ابتدى يلعب. اشرف بيه، انت بتقول ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ ماشي متشكر. ابويا حطني على قائمة الممنوعين من السفر. يا حلاوة، هو ده اللعب الكبير. هو ابوك ده فاكر نفسه ايه؟ محاكم بامر الله؟ اسمع يا سيف، اذا كان ابوك فاكر ان احنا هنسكت على اللي بيعمله ده يبقى عبيط. وإذا كان فاكر إن هيخش معانا دور عند، أنا دماغي جسمة قديمة. أنا اللي مش هسكت له المرة دي، هو فاكرني إيه؟ لعبة بيحركها بإيده؟ أنا رايح للوزارة ويحصل اللي يحصل. طب إحنا دلوقتي لما نحب نشتكي أبو سيف، نشتكي لمين؟ نشتكي للريس. لا اسكت، اعمل معروف، لا يطلع وراك كنجركو وتقدم لك وأنت رفضتيه. أنا ما بهزرش يا بهجة، إحنا لا يمكن نسكت على اللي بنجرى ده. علي النعمة، أنا واطي وندم وما عنديش ريحة الأصل أو ربنا المعبود. الحمد لله على السلامة يا بهجة، واعمل حسابك إن أنا من هنا ورايح هقول لك يا بابا، لأن من الآخر كده ما عنديش أب غيرك. أنت كنت فين يا دنت؟ ده أنا كنت معتقل، كنت مخنوق خانقة ما يعلم بها إلا ربنا، بس خلاص أنا مش هسيبكوا تاني. النقيب سيف يا معلم، من الرجالة بتوع الداخلية اللي يعجبوك. أهلاً وسهلاً. وماسك فين يا باشا؟ في الأزبكية هنا، وأي خدمة لو الجن الأزرق، بس بابا يؤمر. طب يا بهجة باشا، الحمد لله إن إحنا اطمنا عليك. فرصة سعيدة يا باشا، فرصة سعيدة، اتفضل. مع السلامة. مع السلامة يا معلم. الله يسلمك. مع السلامة. إيه حكاية بابا اللي أنت طالع لي فيها دي؟ أصل أنا شلت أبويا في الحركة الأخرانية وعينتك أنت بابا. وأنت عرفت إن أنا هنا إزاي؟ رحت سألت عليكوا في بيت الوراق، قالوا لي إن أنت هنا في المستشفى. سألت مين؟ بيومي مولوتوف. الله، وأنت تعرف مولوتوف؟ طبعا اعرف، ده انا قابض عليه قبل كده يا باشا، ده حبيبي. انت وحشتيني على فكره. والله كلكم وحشني. والله وحشني. لا شيء، والله وحشني جدا. ازيك يا عيشه؟ ازاي؟ وحشني. وانت؟ الله، مش ده الواد النقيب اللي كان بيزورك في المستشفى؟ ده سيف. تعالى يا سيف. لا موظف دي الكلمة، هو بينط لك كتير ليه؟ ما هو أصل هو يبقى ابن أختي. إيه ده، أخو الأستاذ حسن؟ لا ده من أختي التانية، بس أنا اللي مربيه. ربنا يديلك على قد الخير اللي بتعمله يا باشا. إزيك يا بهجت باشا؟ كنت عاوزك في الموضوع كده بعد إذنك. الله، إزاي ابن أختك وبيقول لك يا باشا؟ مش بقول لك واد متربي ومؤدب قوي. على إذنك يا معلم. اتفضل يا باشا. تعالى. اتفضل يا باشا. هنتكلم فين؟ هنتكلم، ما تيجي نقعد في اي حته في القهوه هنا. لا قهوه ايه؟ انا عايز اخش البيت عشان يبقى الكلام قدامهم كلهم. في ايه يا سيف؟ قاعدين بنتكلم انا والراجل ودخلت علينا قطعتنا كده. بتتكلموا في ايه؟ اصل بيومي مولوتوف هيتجوز فتحي، فكنا بنوضب للفرح يعني. قلطم على وشي يا بهجت، قلطم على وشي، مش لما تجوز بنتك الاول تبقى تجوز فتحيه ومولوتوف؟ تعالى بس.
أكلتنا النهاردة كلها طاقة وحيوية، عشان كده ما عملتش ملوخية، عملت لكم طبيخ بالفاكهة الطبيعية بالصوص بتاعي اللي شايله في العربية اللي مش هقول لكم سره مهما ضغطتوا عليا. هعمل لكم النهاردة فراخ بالكيوي والفلفل الألوان، هتحسوا ببقكم دايما بطعم جنان. يخرب عقلك يا شلبي، شربتكم زبدة يا فرح، شفتي امي جنك كل شيء بلوكسوس. يلا بينا. طبعا بعد ما حطينا الزيت وسبناه يسخن شويه، تعال سيف خش سيف تعال، وبعدين بصل. ازيك يا فوسي؟ هاي يا سيف، اهلا يا حبيبي. ازيك يا طن؟ بص بقى، انا ما بحبش كلمه طنط دي، تقيل على قلبي والله. وانا كمان، انا بس بقولها لك مجامله لحد ما نخلص من الليله اللي مش عاوزه تخلص دي. انت دلوقتي خليتنا نسيب الراجل اللي كنت بتكلم معاه وتقيل عليه. اه في ايه؟ هموت من الجوع. احمر كتير هقول لكم، لان انا انت داخل مطعم. بص لي هنا يا بهجت، في ايه؟ انتوا بخله ولا ايه؟ ده البيت اللهم صل على النبي فيه اتنين شيفات مجوعين مصر كلها. يلا يا فرح شوفي سيف ياكل ايه. اؤمر يا سيف، والله اعمل لك اللي انت عاوزه. لا انا هاكل من ايد بوسي. ده انت رزل. الصوص بتاعي معايا. انت بتعمل ايه بقى وجبك ده؟ في ايه؟ شوف يا بقى، بص يا عيشه، انا وفوسي غلطنا ولازم نصلح غلطتنا. مين اللي غلط يالا؟ استنى بس يا باجت، قولي له حاجه يا عيشه، انا مش عارف اقول كلمتين على بعض. استنى يا باجت، خليه يتكلم. دلوقتي كده شرعا انا جوز بوسي. جوزها ازاي يالا؟ وانا مش جيت اتقدمت لك وانت وافقت وعيشه وافقت وعملت اجتماع عيله وخدت اكتساح ولبست بدله وهي لبست فستان وحصل زغاريت وورد وشربات، ايه المشكله بقى؟ المأذون ما جاش، انا مال اهلي. بقول لك يا بهجت، انا قاعد هنا مش متحرك لحد ما اتجوز بوسي. عايز تسميها اعتصام مفتوح، عايز تسميه وقفه احتجاجيه، سميها زي ما تسميها، انا مش متحرك من هنا. وابوك وامك موقفهم ايه؟ ايه اللي جاب ابويا وامي دلوقتي؟ ما الموضوع ده قفلناه بهجت، بتفتحه تاني ليه؟ اصبر يا سيف، اصبر يا حبيبي، انت عارف الظروف اللي احنا بنمر بيها. مالها الظروف؟ ده الظروف زي الفل اهي. تسلم ايدك. ده ايه ده؟ فول بالبيض. فول بالبيض. يا سلام، ده لا يمكن يكون فول بالبيض، ده احلى فول بالبيض كلته في حياتي. طب وربنا ما انا ماشي من هنا، ده انتوا كرهتوني في عيشتي يا شيخ. كل ما نيجي نتقدم خطوه تحصل لكم مصيبه، مره عيشه غضبانه عند اختها، ومره شلبي طفش من البيت، ده انا بكلم بوسي المره اللي فاتت قالت لي ياسمين ويوسف هيسيبوا البيت وفي مناحه، انتوا ما بتتهدوش ما تهمدوا بقى، في ايه؟ في ايه يا اخي؟ ده انتوا كرهتوني في عيشتي، والمصحف انا باكل اللقمه دي وقلقان، خايف لا يحصل حاجه قبل ما اكمل اللقمه، او ربنا. اتفضل اتفضل. بابا ماما قبضوا على بيبو، خدوه على البوكس. سيف الحمد لله اني لقيتك، ارجوك انت لازم تتصرف، انا ما اعرفش هما خدوه ودوه فين. طب ايه دي، هما قبضوا عليه فين؟ قدام اتحاد الكوره. الله يخرب بيت الكوره واللي شفناه من الكوره. مش وقته عيش، مش وقته. خلاص ما تقلقيش يا سعاده، انا اروح اشوف الموضوع ده. استنى يا سيف، انا جاي معاك، هغير هدومي بس. وانا كمان جاي معاكم. ما تخليكي بقى، لا يقبضوا عليك انت الاخرى، انت مش كنت ماشي معاها في المظاهره؟ يقبضوا عليا ما يهمنيش يا بابا، بس انا مش هقدر اسيب بيبو في اللي هو فيه. ثانية واحدة بس غير هدومي. على فكرة انتوا عيلة زبالة. ايوه يا حازم باشا، احنا بس كنا عاوزين نعرف هم ودوه على فين عشان قالوا يطمنوا. ايوه يا استاذ عطية، الواد بوب مسكوه في مظاهرة. ولسه لغاية دلوقتي مش عارفين هم ودوه فين. هما مسكوه في الزمالك عند اتحاد الكورة. طيب ماشي. الأستاذ عطية بيقول لكم نطلع على نقطة الجزيرة، أكيد هو هناك. مش شرط يا بهجت، لما بتبقى الأعداد كبيرة الاسم ما بيستوعبهاش، فبينقلوهم على السجون لحد ما يطلعوا على النيابة. أيوه يا طارق. هنعمل إيه دلوقتي؟ مين طارق ده؟ ده معانا في الألترا سيبا. وطارق ده ما تمثلش ليه؟ لا طبعًا مش هنسكت يا طارق. اسمعني، إحنا نعمل بيج على الفيسبوك ونعلن عن مليونية. قدام وزارة الداخلية احنا لازم نعترض على اللي بيحصل معانا ده. مليونيه ايه؟ مليونيه ايه؟ احنا داخلين عشان نطلع الواد وانت تقولوا مليونيه؟ ايوه سامي باشا، النقيب سيف محمد فاروق معاك يا باشا. الامر لله. هو بس كان في واحد اسمه ايهاب حمزه عبد الغفور الشهير ببيبو. لا يا باشا، ده تبع الالتراس اللي هم اتمسكوا قدام اتحاد الكوره. احنا بس كنا عاوزين نعرف هم رحلوه على فين. مش ايهاب لوحده، احنا عايزين نعرف كلهم رحلوهم على فين. خلينا في ايهاب، خلينا في ايهاب. الله يخرب بيتك على بيت ايهاب في يوم واحد.
فابو زعبل. فابو زعبل جوزك فابو زعبل، وانت كمان كان زماننا وراكي دايرين في سجن القناطر. شكينا ايه قدام اهل الحته الوقت؟ اهل الحته يا باشا، ده اهل الحته كلها مسجلين خطر، يعني العمليه في بيتها ما تقلقش. ما هي دي العداله الاجتماعيه الحقيقيه. ابو زعبل ادخل. صباح الخير يا باشا. صباح النور. النقيب سيف محمد فاروق. اهلا يا سيف باشا. اهلا يا باشا. اتفضلوا. ربنا يخليك. اسفين على الازعاج يا باشا، احنا بس كنا بنسال على واحد من العيال بتوع الالتراس اللي اتمسكوا، احنا عرفنا انهم ترحلوا على هنا. اسمه ايه؟ اسمه ايهاب حمزه عبد الغفور الشهير بديبو. ايوه عندي يا سيف. طب ممكن نشوفه حضرتك ونطمن عليه؟ ايوه بس حضرتك عارف ان الزيارات في السجن محدده وبينظمها القانون، انما انا اخليك تشوفه علشان خاطر سيف بيه. ربنا يخليك يا باشا، بس ارجوك 5 دقايق ولوحدك. متشكرين جدا يا باشا. تمام يا فندم. هات لي ايهاب عبد الغفور بتاع الالترس. تحت امرك يا باشا. مش ده عشماوي اللي بيموت الناس اللي... طب انا هستناك تحت انا في سؤال. متشكرين يا باشا واسف على الازعاج مره تانية. فرصة سعيدة يا سيف بيه. انا اسعد، ربنا يخليك. اتفضلوا. يلا سلام. احنا اسفين حضرتك، احنا بنزعج سيادتك برضه. ولا يهمك، كاتب كتاب يوم الخميس بالعندي في الداخليه كلها، مش في ابوك بس. انا بس خايف في مجلس التاديب ده بهجت يخرجوني عدم الصلاحيه. ايه هيحصل؟ ايه هتبقى عواطلي؟ البيت ده كله كان عواطلي وهم شغالين دلوقتي. لا، اللي بيعمله ابوك ده مش ممكن. ايه اللي جراله فاروق ده؟ ما كانش كده يا بهجت، دي حتى امه ما فيش زيها ولا في بيتها. الله يرحمك يا طنط نفيسه. انفيسه دي هي السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها دلوقتي. المشكلة إن كل مرة تحصل حاجة في البيت ده تعطل الجوازة، المرة دي العطلة جاية من عندي أنا. إيه؟ أنت رجعت في كلامك ولا إيه؟ رجعت في كلامي، أنت هتهرج يا بهجت، أنا بس يعني بعد إذن حضرتك كنت عاوز أبدر الميعاد شوية، بدل الخميس نخليه الاثنين، التلات. يا ابني النهاردة يوم السبت. ما أنا مش ضامن إيه اللي ممكن يحصل للخميس. إيه هيحصل إيه يعني؟ مش عارف. يا ساتر، أهو اتفضل. إيه ده، في إيه يا رمزي؟ في ايه يا رمزي؟ بهيجة مالها؟ مفيش حاجة يا بابا، أنا كويسة، ما تتخضش. نزلني بقى يا رمزي. الحقنا يا بهجة، ارطشني بالعلم فوحنا يا بهجة بسرعة. مالك ياض في ايه؟ أنا حامل يا بهجة. يا نهار اسود، أنت حامل ازاي؟ حامل في بهيجة، قصدي بهيجة حامل. أنا حبقى يا بهجة، حبقى. ألف مبروك يا بهيجة، مبروك يا حبيبتي. طيب نزلها بقى عشان نبارك لها. لا 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 لا، أنزل مين؟ ده أنا طالع معاها لغاية فوق، قاعدة على السرير وأقعد جنبها لغاية ما تولد. جود باي. بصراحة هعيش لحد ما اشيلك الشيلة دي. هو احنا مستنين ايه؟ انا اعصابي تعبت بصراحة، وانا ماليش نفس اشيل. متى يا مادي قالك؟ ما قلت لك يوم الخميس. الاربع. حلو الاربع. الاربع حلو. ده انت نازل. وبعدين انت عندك مجلس تهديد، المفروض تكون متضايق ومكتئب، ليك نفس تتجوز؟ الله، انت في ايه ولا في ايه؟ ماشي. اللي تشوفه يا بهجت، انا خدامك. انا همشي، مش عاوز حاجة؟ لا يا حبيبي، شكرا. مع السلامة اخويا. مش عاوز أي حاجة؟ مع السلامة اخويا. لو غيرت رأيك في أي وقت كلمني، أنا تليفوني مفتوح. يلا أمشي من هنا. صحيت الفجر فجأة لقيت نفسك مغير رأيك، كلمني برضو، أنا ببقى صاحي التليفون فاتح. يلا دي أمشي من هنا. مش عاوز أي حاجة؟ ألطم، أمشي من هنا. بحبك يا بلاوي تتحدف علينا، مش فاهم. انتوا فين؟ انا واقفه مستنياكم. ايوه في نفس المكان اللي قلتلي عليه. لا محدش عنده خبر باي حاجه. ايوه الحاجه معايا اهي. حاضر حاضر.
كويس؟ أنا عايز أروح الحمام، عايز أروح الحمام دلوقتي أهو حالا. أنا عاوزك تطمني خالص يا أم بهجت. بهجت قاعد قدامي أهو زي الفل. أيوة فوس، أه معايا أهو. أنا مش فاهم أنت كنت قلقانة ليه يا فوس؟ ده أنت مخطوبة لظابط مباحث، والله لو كانوا خدوه فين كنت هجيبه برضه. كاس عماهم يا سعاد، وحياتك ادينا لهم علقة ما كلهاش حمار في مطلع. ألو، أيوة يا فرح، إحنا جايين على البيت أهو. لا روحي قدمي الحلقة بتاعتك وأنت في أحلى مود. كل واحد بيكلم مراته يطمنها عليه ويحكي لها على بطولاته. وأنا يا كلابي يا ولاد الكلب مش لاقي واحدة ست برضه يطمنها عليا. اديني عيشة. أيوة فرح، اديني عيشة عشان بهجت عايز يكلمها. ايه مش موجوده؟ راحت فين؟ ايوه يا شلبي. ايوه عائشه، وحشتيني عائشه قوي. انا بحبك عائشه. بهجت انت فين يا بهجت؟ انت بتتكلم منين؟ انت اللي فين؟ فين؟ طب النمرس بتعمل ايه في ابو النمرس؟ هو انت مخطوفه انت كمان؟ وازاي تعملي كده؟ طيب اقعدي في العربيه وقفل عليكي واحنا جايين لك. حاضر. في ايه بقى؟ عيشة واقفه لوحديها في حته مقطوعه ومعاها 1,000,000 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم لك يا بهجت بيه. بقول لك ايه يا باشا، ما بلاش بيه دي، احنا خلاص بين اهل. خلاص يبقى انت كمان تبطل باشا وخلي البساط احمدي كده، ولا ايه يا بيجو؟ وربنا انت راجل زي العسل يا روقه. والله يا وجيده انا اول ما شفتك حاجه كده جوايا قالت لي ان انا وانت هنبقى اصحاب الروح بالروح. والله يا عيشه كان نفس احساسي بالظبط، بس انا حسيت كده انك قفشت مني لما شفت فاروق لاول مره وقلت له يا روقه. ده انا نكدت عليه عيشته وميها. ده فاروق ده اكتر من اخويا، ده انا لما كنت بتخانق مع ماما كنت بروح انام عندهم. نام عند مين يا ولية؟ عند طنط نفيسه. هي العروسه فين؟ هتتقل من دلوقتي ولا ايه؟ تتقل ايه بس، دي طيبه قوي. طب انا عندي اقتراح لو تسمحوا لي. يعني نسمح له يا فاروق؟ والله انت دلوقتي رئيس المجلس، من حقك تسمح او تمنع الاقتراحات. انا رئيس ديمقراطي، ما احبش اقول لحد لا. انت ايه رايك يا فاروق؟ انا كمان ديمقراطي بس في حدود القانون. يعني مش ديمقراطي؟ اسمع يا ابني اقتراحاتك. بما ان الجلسه دي تاريخيه فانا شايف بعد اذنكم طبعا ان احنا نبعت نجيب المأذون ونكتب الكتاب ونخلص، والفرح بقى والاجراءات والحاجات دي مجرد شكليات نعملها بعدين مش شرط دلوقتي. يعني ايه بنت تتجوز من غير فرح؟ الواد ده اتهبل ولا ايه؟ عندك حق يا عيشه، هو كده طول عمره واخد الدنيا صربعه. شوف يا سيف، واضح ان في طيار معارض معارضه شرسه. الستات اللي في البيت هيقفوا لك وقفه جامده جدا. انا رايي انك تسحب الاقتراح ده لان شكلك بقى زباله. ايه رايك يا فاروق؟ والله انا شايف ان الموضوع ده يخص اتنين بس، بوسي اولا وبعدين سيف. اذا بوسي وافقت رايها هيمشي علينا كلنا. ايه ده؟ ايه الليبراليه والحريه دي كلها؟
بوسي. بوسي عملت ايه يا عيشة؟ العملية نجحت يا بهجت وبوسي زي الفل. ولا سيف، الفرح يوم الخميس الجاي، مفيش تأجيل بعد كده. ربنا يقومك بالسلامة يا بهجت. أنا قمت خلاص، أنا حاسس إن أنا اتولدت من جديد، ربنا اداني حياة تانية. أنا ما كنتش فاكر إن أنا هرجع تاني. إيه يا عيشة بتعيطي ليه دلوقتي؟ ربنا يخليك ليا يا بهجت وما يحرمنيش منك أبدا. خلاص يا عيشة أنا كويس، وأنت بتقولي بوسي كويسة. خلاص بقى ما تعيطيش بقى، وانت عارفه ان انا ما بحبش النكد. لا لا يا جماعه ما ينفعش كده ابدا، اتفضلوا كلكم بره، مش عايزين نرق البيئه اكتر من كده. طب يلا يا جماعه. هما كده يا دكتور، فتحل في كل المستشفيات.